السكندري، وهو صاحب الهدفين وصاحب افضل تحركات النهارده في المباراه. والمباراه زي ما قلت لكم فيها لغط تحكيمي شويه، يعني انا شايف ان في لغط تحكيمي النهارده، في احداث كتير ممكن نتكلم عليها، وقفنا عند اكتر من كوره، ولكن تقدير الحكم والمساعد هو الاقرب مننا، لكن احنا بنعيد وقاعدين في الاستوديو بنعيد كذا مره وبنشوف. ولكن بصوا تحرك احمد شرويده وكمال علي عملها له حلو قوي، مفيش رقابه داخل ال 18، مانو جاي متاخر وحطها في الزاويه القريبه لعلي لطفي، وفوز نادي الاتحاد 2-1 النهارده. معايا على التليفون كابتن خالد متولي المدير الفني النادي امبي. كابتن خالد ازاي حضرتك؟ كريم ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ والله كله كويس كابتن، الحمد لله رب. يعني اتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله الفتره الجايه مع نادي امبي باذن الله. والله بفضل ربنا وباذن الله ان شاء الله، يعني الواحد بيحاول وبيجتهد والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. كابتن خالد تعليقك ايه على المباراه النهارده؟ والله المباراة طبعا النهاردة بنلعب نادي الاتحاد، طبعا نادي محترم، نادي كبير، معاه طبعا إدارة أجنبية طبعا على مستوى عالي جدا. احنا طبعا يعني كنا مركزين جدا في المباراة، يعني كنا مذاكرين نادي الاتحاد بصورة كبيرة جدا، كان في تركيز عالي جدا من التيم، ولكن كنا بنتمنى بس يكون في توفيق، لأن النادي الإنبي انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن كريم يعني فعلا غايب عندنا التوفيق بطريقه غير عاديه. ولكن طبعا التوفيق بيجي نتيجه طبعا جهد وتعب وعرق واخلاص في الملعب. فاعتقد طبعا ان الفرقه، يعني احنا كنا محضرين للمباراه دي بصوره طيبه، كنا عاملين طبعا توليفه من مجموعه لعيبه شباب صاعد زائد بعض الخبرات اللي موجوده المتمثله في مانو، ابراهيم يحيى، شعبان الحلواني، نادر العشري. كنت طبعا مقعد ديفوني، لان طبعا ديفوني بيلعب بقاله فتره 90 دقيقه، فطبعا في اجهاد، فقلنا نلعب. وعندك صلاح عاشور كمان مصاب، يعني ورقه مهمه جدا. انا بكلم حضرتك في النهارده، لكن لو عايز حضرتك اتطرق للاصابات، فصلاح عاشور، احمد صبحي، محمد ناصف، طوبه لسه راجع من اصابه، طبعا كنت حاطه احتياطي، انت واخد بال حضرتك. في عماد السيد كان طبعا ماشي فترة حارس المرمى، كان هو اللي بيلعب اساسي الفتره اللي فاتت بالظبط، وهو اللي كان ماشي كويس جدا برضه اصابه. فحضرتك طبعا كم من الاصابات طبعا غير عادي، فكلهم طبعا تحت التاهيل، وطبعا كلها اربطه خارجيه اربطه داخليه، واخد بال حضرتك. فطبعا المواضيع دي كلها طبعا بتبقى عبء على التيم طبعا، لان دول مجموعه متميزه من اللعيبه، لان هداف التيم صلاح عاشور، ايوه، فطبعا هيغيب لا يقل عن 6 اسابيع، فطبعا كل ده طبعا بيأثر على الأداء على التيم. فطبعا في مجموعة صغيرة زي يحيى حامد، أحمد السعيدي، أحمد فوزي النهارده نزلت ولد صغير، محمد فوزي برضو ولد صغير. بس يا كابتن مش خايف من إن الوقت ده صعب جدا بالنسبة لنادي إمبي والنتائج مش كويسة، إن أنت تحط ناشئين كتير ممكن يبقى ده رد فعل عكسي شوية، ما يقدروش يتعاملوا مع الموقف الصعب اللي نادي إمبي فيه؟ ما أنت حضرتك لو أنت مكاني، هم دول اللي موجودين. يعني ما فيش حد غيرهم. ما هم دول اللي موجودين حضرتك، يعني حضرتك هم اللي موجودين، يعني ديفوني اللي قاعد بره بس هو الراجل اللي هو الخبره شويه. الخبره. طيب كابتن خالد النهارده انا شفت لسه جايبين لقطه لحضرتك ان حكم المباراه طردك النهارده بره الملعب او بره المباراه، وعايز اعرف ايه الاسباب، يعني حضرتك اعترضت عليه في؟ لا والله بس حضرتك، لا هو يعني طبعا احنا بنحترم التحكيم، والراجل طبعا ادى دوره على اكمل وجه، احنا ما عندناش مشكله مع اي حد، هو راجل قاضي وكلمته طبعا هي اللي بتقول، يعني هي النهائيه يعني. لكن كان في ضغوط، يعني عارف حضرتك انت طبعا راجل كنت لعيب كوره وحضرتك عارف وكده، بيبقى في ضغوط في مواقف، بس عارف حضرتك بتبقى ممكن تكون مؤثره قوي، يعني بتبقى ليا انا بتكون مثلا تتقلب بتبقى ضدي، يعني فاهم حضرتك؟ فطبعا غصب عنه احنا، لان هو بشر وهو معرض للاخطاء. لكن يعني ممكن مثلا خطا او موقف ممكن بيأثر على النتيجه ب 180، يعني 180 درجه. فبس بيبقى ضغط نفسي انا كبشر، لكن انا في الاول والاخر احنا بنحترم التحكيم، وهم كلمتهم اللي هي بتبقى. وبعدين حضرتك ده مش الحكم ولا اللاين مان، ده الحكم الرابع اللي جه، واخد بال حضرتك، وهو اللي اتكلم معايا وقال لي يا كابتن مش عارف. فحضرتك فطبعا بنحترمهم، انا امتثلت للقرار وطلعت طبعا، واخد بال حضرتك، والماتش يعني استكمل وكده، مفيش مشكله في اي حاجه. تمام لكن تمام. لكن بتبقى ضغط بس عصبي، بتبقى خطا انا يعني عارف حضرتك، بدون اي طبعا اي الفاظ او اي حاجه، لان طبعا دول اخواتنا واحنا بنحترمهم وفي احترام متبادل ما بيننا. كابتن عندك الماتش الجاي مين يا كابتن خالد؟
والله يا كابتن كريم احنا عندنا ماتش اللي جاي برضو يعني يمكن احنا ماسكين في وقت صعب جدا. الاتحاد السكندري في اسكندريه، الرجاء في اسكندريه، واخد بال حضرتك يوم الاحد الجاي ان شاء الله. فاحنا ادينا راحه بكره للعيبه طبعا وكده، وهنبتدي ان شاء الله من يوم الاربعاء نحضر المباراه اللي جايه. ولكن طبعا احنا النهارده قعدنا مع بعض بعد المباراه، لا محاله يعني، طبعا لا محاله يعني الماتش الجاي ده مهم جدا، لان انبي مش ده وضعه ولا ده ترتيبه ولا ده كيان نادي انبي في الدوري العام بالظبط. فطبعا في مقدرات كتيره جدا ضاعت مننا، ولكن احنا طبعا احنا خلاص احنا دلوقتي موجودين، لازم نحارب، لازم نجتهد، لازم نعرق، لازم نتعب علشان نرجع ان شاء الله تيم نادي انبي على الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي باذن الله ان شاء الله. بشكرك كابتن خالد متولي مدير الفني نادي انبي، ومبروك للاتحاد السكندري النهارده، مبروك.